بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل سلسلة أوسمة على صدر الوطن، ولتتحدث عن ضحايا العهد السابق الذين تعرضوا للظلم والقمع والاضطهاد ولم ترد إليهم حقوقهم حتى يومنا هذا، المعنوية أو المادية أو القانونية. هذا البرنامج أوسمة على صدر الوطن جزء من رد الحقوق المعنوية، على الأقل نبرزهم على حقيقتهم، نبرز مواقفهم الإيجابية، نسميهم أوسمة مواطنين، نسميهم مكافحين مناضلين إيجابيين ورجال وطنيون إن شاء الله. هذه قضية اليوم، سأتحدث عن شخصية فتحي الجهمي. فتحي الجهمي مأساة اشتهرت كثيرا جدا في أنحاء ليبيا، مأساة إنسان اضطهد من قبل النظام السابق. فتحي الجهمي ولد في 4 أبريل 1941، يعمل أغلب المصادر تقول أنه مهندس ومحافظ سابق ورجل أعمال، ناشط ليبي أيضا، هو ناشط ليبي في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. واعتقل في 19 أكتوبر 2002، 19 أكتوبر 2002، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. ما هي التهم التي وجهت إلى فتحي الجهمي؟ انتقد معمر القذافي، دعا إلى حرية الصحافة، دعا إلى إخراج السجناء السياسيين، دعا إلى إجراء انتخابات، وذلك دعا إلى الديمقراطية، دعا إلى الحرية، الحريات بصفة عامة. هذا في عهد العقيد معمر القذافي في عهد النظام السابق، وعلنا كان الرجل يصدع بهذه الآراء وبهذه الطموحات علنا. فاعتقل مرة أخرى في 19 أكتوبر 2002. مواقع المعارضة في الخارج، مواقع كثيرة جدا، شهرت قضية السيد المرحوم فتحي الجهمي، منها موقع ليبيا المستقبل، المنارة للإعلام، ليبيا وطننا، أخبار ليبيا، ومواقع أخرى كثيرة ليبية تبنت قضية فتحي الجهمي، لأنه صدع علناً في تلك الفترة بهذه الآراء التي تعتبر مش خط أحمر وخلاص، تجاوز يفترض بكل للصقر الوحيد. أثيرت قضية فتحي مش بس على مواقع المعارضة الليبية التي ذكرتها وغيرها، لكنها أثيرت أيضاً عالمياً. حدثت ضغوطات كثيرة جداً أيضاً من قوى سياسية خارجية، منها قوى سياسية أمريكية، جهود مكثفة بالاتصال أيضا بحكم مجالات حقوق الإنسان وأعضاء الكونغرس وبعض القوى السياسية الأمريكية، منهم جون بايدن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كونداليزا رايس تحدثت عنه، لجان حقوق الإنسان، وربما بوش أحد الرؤساء أشار إليه. لماذا كل هذا الاهتمام؟ لأن الرجل صدع بقيم ومبادئ وثوابت تدعو إلى الحرية والديمقراطية والانتخابات، ما يدعو إليها يعني الغرب في هذا الوقت من كذا. كذلك كان لجهود الإخوة في أمريكا، أخوه تقريبا وأقرباء فتحي، أثاروا قضيته في الكونغرس باتصالاتهم المكثفة وبالضغوط اللي داروها على هذه الشخصيات، فطلبوا من معمر القذافي أن، خاصة جون بايدن، يعني طلب من معمر القذافي أن يطلق صراحة، يعني ما دار شيء، رجل سلمي، معارضة سلمية، صدع بما اعتقده صحيح، عليك أن تطلق صراحه. القذافي طبعا يعني هالغولة هذه أمريكا بالنسبة له، طلبت منها الطلب، وفي نفس الوقت بيش يطلق صراحة، في نفس الوقت بيش يطلق صراحة، لأنه يعتبر أنه هو انهزام أمام صوت المعارضة وصوت حقوق الإنسان وصوت العالم الغربي. فدار لفة بسيطة هكاهي حتى تطلع أنه هو يعني يحفظ ماء وجهه، ودار مثلا المحكمة جمدت الحكم، دار روحها استئناف وجمدت الحكم لمدة عام،
جمدت الحكم لمدة عام ثم أفرجت عنه، أفرجت عن فتح الجهمي في 12 من نفس الشهر، يوم 12 من نفس 12 مارس. إذن جمد الحكم لمدة سنة بسبب مطالب القوة التي تحدثنا عنها، وفيها كسر إرادة لمعمر القذافي. طبعا هذه بالنسبة لمعمر كسر إرادة، هذه استغفر الله خط أحمر، يعني يقول كلمة حتى غلط وبعدين يعرفها غلط يصر عليها حتى لا يقولوا تراجع. اطلق الصراحة إذن في يوم 12 مارس 2004 بعد اطلاق صراح فتح الجهمي، بعدها تقريبا في 16 مارس بعد 4 ايام ممكن في 2004 ايضا استمر في نضاله من اجل الحرية. استمر فتح ما سكتش طبعا ولا لا. في 16 مارس 2004 صرح، يعني قال والله ما ناقص الا معمر هذا يعطينا صلاية نصلوا له، نحطوا صلاية ونصلوا قبلة تجاه معمر القذافي بهذا المعنى، ما ناقص إلا أن يعطينا سجادة صلاة ويطلب منا أن نركع أمام صورته. ومقولة أخرى تقول ما ناقص إلا أن يعطينا صلاية ونصلوا له. وهذا علنا على فكرة، هذا الكلام اللي يقول فيه علنا وسمعناه مسجل ومش عارف إيش. اعتقلات السلطات مرة أخرى بعد أسبوعين ولا لا، واعتقلت زوجته وابنه حسب أغلب المصادر، حتى زوجته وابنه اعتقلوهم. أطلق صراحة الابن في 23/9/2004 يعني تقريبا 6 شهور كاي. ثم أطلق صراح السيدة زوجته في 4 نوفمبر 4/11/2008 أكثر قليلا من الوقت اللي سجن فيه ابني، يمكن 8 شهور كاي أو شيء من أو قريبا من هذا. ما هي التهم التي وجهت للسيد فتحي الجهمي في الاعتقال الثاني؟ محاولة قلب نظام الحكم، إهانة الأخ القائد، الاتصال بسلطات أجنبية، معاداة النظام الجماهيري، القذف بحق القذافي، التحدث إلى مسؤول أجنبي، ومن هالتهم اللي مليانة في شكميج المخابرات العربية بالطن آلاف التهم. أذكر تهمة محمد مرسي رئيس مصر، التخابر مع حماس ولا لا، والله التخابر مع، بينما والتخابر مع مش عارف رئيس دولة إسرائيل تقريبا، بينما النظام المصري الحالي يعني يمشي لإسرائيل ويجي يزوروا فيه رؤساء إسرائيل عادي جدا يتكلم مع اللي بيدوي معه. فالظلم العربي دائما مغلف بيش بالغباء سبحان الله، حتى ما هو ظلم يعني مركز بفتلك بحيث يمشي علينا كمواطنين احنا ولا كذا. فهذه القائمة الطويلة العريضة اعتقل على أساسها فتح الجهمي مرة أخرى. الدعوة إلى تأسيس تهمة أخرى، الدعوة لتأسيس تنظيم أو جمعية يحضرها القانون. مثل أمام المحكمة فتحي الجهمي، جاء للمحكمة في أواخر 2005. المحكمة للأسف الشديد طبعا أيضا دائما كما ذكرنا أن الظلم العربي مغلف دائما بالغباء. المحكمة شخصت أنه مريض عقليا، فتحي الجهمي مريض عقلي، مضطربا عقليا جمل أخرى، أو غير متوازن عقليا. بل التهامي خالد التهامي يقول أنه متخلف عقلي، يعني مريض عقليا، مضطرب عقليا، غير متوازن عقليا. والتهامي ختمها بايش؟ متخلف عقلا، وانه استفز الناس وخفنا عليه يهجموا عليه الناس على بيته يقتلوه لانه هان القائد، ولذلك نحن سجلنا جزء منها ايش؟ حمايته وعلاجه. ويقول ايضا خالد التهامي ان فتحي محتجز في مركز خاص، وذلك هذا التصريح في شهر 5/2005. السيد محمد تقريبا أخو فتحي الجامعة أعتقد محمد اسمه يقول ولا لا أنه عزل عن العالم، فتحي الجامعة عزل عن العالم كله، عن الزيارات على كذا على الأخبار على الموش معروف ولا لا، أين ولم يسمع من أخيه. يقول أخو فتحي سيد محمد أنه لم يسمع من أخيه لمدة عامين، سنتين كاملة ما سمعنا عنه شيء، حي ميت مريض صاح وين شنو تهمته شنو كذا، عامين 24 شهر لم يسمعوا عنه أي شيء. منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watch زارت الجهمي في مايو 2005 ولا لا، وأطباء من أجل حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لمنظمة الصحة وحقوق الإنسان طالبت بالإفراج عنه ولا لا لتدهور حالته الصحية البدنية مش النفسية. يقول سيف الإسلام في تلك الفترة أن فتح الجهمي موجود في مركز طرابلس الطبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بعد معاداته للنظام الجماهيري، والحكم يقول أنه غير متوازن عقليا. طبعا في تناقض كبير جدا مرة أخرى الغباء، إذا كان رجل مضطرب عقليا ومتوازن مش متوازن عقليا، باهي كيف بيقلب نظام الحكم يعني؟ وكيف يزلزلكم عروشكم يعني؟
وكيف تخافوا منه تسجنوه؟ مضطرب عقلي مضطرب، ما من اللي يمشي في الشوارع ويحسب روحه نابليون ويحسب روحه هذا شو، كيف هذا تمشي تقبض عليه تقول له هذا بي. فلذلك مرة أخرى هذا الغباء هذا روح الغباء، غباء معتق يعني، هذا يعني هذا مصدر الغباء الكامل، من ناحية مضطرب عقليا مزدوج عقليا مش عارف انظر شنو عقليا، يحتاج إلى علاج مريض ومش عارف إيش، ومن ناحية بيدير تنظيم ويتصل بقوات أجنبية وبيدير بيقلب نظام الحكم وبيهين يعني ما جنش ما يركبانش على بعضهم. إذن ويقول أيضا للأسف الشديد يقول إن أسرة فتح الجهمي ولا لا تريد استغلال الموضوع سياسيا، زوجته وابنه وهلا، يعني شو واحد حاصل عندك وما يدروش عليه وين، كيف يريدوا استغلال الموضوع؟ ما يبوش ياخذوا فتح الجهمي في حوشة وهم اللي طببوه هم اللي عالجوه. تصور أسرة تأخذ ابنها في 60,000 مرض سنذكرهم ولا لا غير المرض العقلي، كيف يعني سيهتموا به؟ صرحت هيومن رايتس ووتش هذا الدليل آخر أن الجهمي في حالة صحية مزرية جسدية وليس نفسيا، ويحتاج لرعاية طبية مستقلة بعيدا عن النظام. يعني النظام يقول طلع صور فتحي وما يعالجوا فيه دي الروح ومهتمين به وزوروا فيه وفي غرفة شفناها على النت وعلى كذا ما شاء الله نظيفة، لما كان المواطن اللي بيجيب في بطاطين ويجيب في الأسبرو وما يلقاش وين المخدر في تلك الأيام اللي مريضين يرقدوا على فراش واحد والمستشفيات أعوذ بالله، في تلك الفترة مورين فتحي جامي في دار روعة نزيكة منظمة وفيه إحداه كومودينو والكومودينو عليه أدوية ودي روحها رعاية وكذا ولا لا، وهذا كله خوف من الخارج. يعني لو أنه ما يعدلوش عليه القوى الخارجية وحقوق الإنسان والمعارضة والله ما يدروا عليه، راح حطوه في حفرة وراح فيها من أول يوم. لكن هكذا يبوا يحاولوا كيف نتخلص من هذا الرجل، كيف نقتل هذا الرجل دون أن ولا لا ندفع تبعات ذلك مع المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي. إذن حالته الصحية جيدة لكن حالته النفسية كذا. فتحي أصيب داخل السجن بالآتي: سكر وضغط والقلب وتصلب الشرايين، يعني 60,000 مرض أصابه داخل، لأن رجل نشيط وقوي وصاح وأكتب في السجون أصيب بهذا كله. أطباء من أجل حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لمنظمة الإنسان مرة أخرى تأكيد آخر قالت إن فتحي حالته النفسية جيدة جدا، ما فيش مشكلة، لكن الرجل جرى ما جرى له داخل السجن، قد يكون تسميم قد يكون الله أعلم شنو، لكنه أصيب بكل تلك الأمراض داخل السجن وكان في أحسن حال صحيا. يوم 5 مايو 2005 5 مايو 2009 نقل وين؟ نقل لا إله إلا الله نقل يوم 5 مايو للعاصمة الأردنية، بعد ما كثرت الأخبار وركزت على قضية فتح الجهمي والنظام بدأ يحرج منها خذوه للأردن، شلوه وين للأردن العاصمة الأردنية، حيث أدخل وين إلى المركز الطبي وهو مغمى عليه فاقد الوعي شبه ميت الرجل. توفي في العاصمة الأردنية في 20 مايو 2009 20/5/2009 مات. نقل جثمانه من الأردن إلى طرابلس، وأعتقد أن الرجل قتل وقتل في الأردن، حتى يقولوا ما ماتش نحن مش احنا اللي قتلناه، مات برا بدليل شناه إلى كذا. عمره عندما توفى كان 67 سنة، وهناك تواطؤ واضح مع السلطات الأردنية. أصلا استقبال الرجل بهذا الحجم وبهذا الزخم الإعلامي وبهذا الموقف اللي خذاه ضد معمر، استقبال الأردن له معروف فيه تواطؤ معنوي أو نفسي أو حتى مشاركة في القتل. هو قد يكون ميت من هنا أو قد يكون على يحتضر من طرابلس، بس قالوا بموت في طرابلس يشكوا في النظام، آهو شناه واعتلنا به وشناه لدبي، ليش ما شلت لتونس مثلا ولا. المهم الموت خارج ليبيا إخلاء كانت من المسؤولية حتى لتتهم ليبيا، وذلك بسبب التدخل العامي. من أشهر أقوال فتحي الجهمي بالإضافة لموقفه العلني أن داخل السجون القذافي أنهم ناس شرفاء سجن طبعا، وهو داخل السجن شاف اللي يسموا فيهم هذا الإرهابيين ويسموا فيهم مش عارف انظر شنو وضد المجتمع والمتشددين والمتطرفين، كان هذول من أشرف وأعظم وأكرم الناس، هو لا ينتمي إليهم ولا ينتمي إلى أي من جماعاتهم، لكن شاف منهم رأفة ورحمة وتعاون ومودة وخلق وقراءة القرآن الكريم والصلاة وزكاة وتعاون بيناتهم، أعجب صدم يعني ربما لدرجة أنه كاد أن يصدم، أعلنها لما خرج في الأول أعلنها علنا أن هذول الناس شرفاء وأنهم مش إرهابيين ومش طرفين، فزاد النظام زاد حقد على الرجل. أيضا من أشهر أقواله: أمنك يا معمر من أمن شعبك، لما يكون شعبك آمن تكون أنت آمن. وبعدين ذكرنا المقولة اللي قالها مش ناقص الله نصلوا لك، القضية اللي بنحكي عليها موقف هذا الرجل
في تلك الفترة من داخل النظام موقف تاريخي لا ينسى له. مشى مسكين ضحية ذلك النظام الأهوج، له موقف رائع نتعلم منه ونذكر أحفادنا وأجيالنا القادمة بمواقف رجالنا هم أوسمة على صدر الوطن، وليسوا مجرمين أو مرضى أو متصين بأجانب أو بدون انقلاب أو بهنوا القائد، هم ناس يحبوا الوطن والله ما يضحوش بحياتهم وأرواحهم، ويعرف فتح جامي، يعرف السجون، ويعرف القمع النظام، ومع ذلك اتخذ هذا الموقف من أجل الله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم من أجلي وأجلك وأجل هذا الوطن. وهذا هذا البرنامج رد معنوي لهذا الرجل الذي يحتاج أيضا هو وأسرته أن نعود إليهم حقوقهم المعنوية والمادية والقانونية، وأن نكرم هؤلاء الضحايا بإذن الله. قضية أخرى، قضية الشهيد عبد العزيز الغرابلي. عبد العزيز الغرابلي رجل شاب من الزاوية، فتحت النت في أحد الأيام فلقيت أخته، احتمال أخته توفت أيضا، تقول أنت تكلم لما بديت أكتب على سلسلة الضحايا من ضحايا الإرهاب في ليبيا أو سمع على صدر الوطن، كتبنا كثير وكتب غيري، على مش أنا فقط كتبت على ضحايا الوطن، كثيرون كتبوا. لما كنت نكتب في هذه السلسلة قرأت رسالة على النت من أخت عبد العزيز الغرابلي، استشهد قتل مات داخل السجون وعذب واضطهد وظلم حتى هو ولا لا، فقالت يا أخي لماذا أخي ما يكتبش على حد وكذا، كانت حزينة، فأحزنني ذلك الموقف وقررت بإذن الله نكتب على أخوها عبد العزيز الغرابلي جبرا لخاطرها وحق لحقوق أخوها المعنوي عبد العزيز الغرابلي. توفت مسكينة، توفت قبل أن أكتب هذا، ولذلك أصريت الآن أن أتحدث السيد عبد العزيز الغرابلي. وولد بالزاوية في الغربية في سنة 1974 بالحارة أو بجبهة الأبشات. هذه المعلومات أخذتها سبحان الله من صحيفة المختار، لقيتها جاهزة، كنت كيف نبحث عن عبد العزيز، أين تحصل المعلومات، مع من أتحدث، فوجدت مقال كامل في صحيفة المختار العدد 40 يوم الاثنين، صدر يوم 22 أكتوبر 2013 تحت اسم متابعة في صفحة 4، عبد العزيز الغرابلي المناضل الإنسان، وجدت عنه هذه المعلومات التي أشارك بها المشاهد الكريم. مرة أخرى، ولد بالزاوية الغربية في 1974 بالحارة جبهة الأبشات، درس المرحلة الابتدائية في مدرسة الزاوية الثانوية، التحق بكلية الاقتصاد والتجارة ببنغازي، تم اعتقاله في 17 أبريل 1973 بعد يومين من خطاب 15 أبريل 1973 أو 15/4/1973، خطاب المشؤوم الذي دمرت فيه مؤسسات الدولة وتحولنا إلى غابة، من دولة إلى غابة، يوم 15 أبريل 1973 تم اعتقال السيد عبد العزيز الغرابلي. نكمل بإذن الله قصة ضحيتنا عبد العزيز الغرابلي في الحلقة القادمة من أوسمة على صدر الوطن. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.